يسابق هؤلاء الشبان الزمن لإنهاء هذا العمل الدرامي للعرض في رمضان، الموسم الذي يكاد يكون الوحيد في موريتانيا للباحثين عن موطئ قدم لكتاباتهم وهواياتهم الدرامية. دراما في موريتانيا تعيش مرحلة الرهاسات، وإن كانت هنالك تجارب على حياة، ومن بينها طبعا هذه التجارب التي نخوضها هذه السنة مع مجموعة من الهواة. مشاكل كثيرة ليست الكادر فقط بل الدعم سواء كان تبني الدولة كجهة راعية أو استثمار رجال الأعمال في هذا المجال. الكثير من المحاولات للعمل الدرامي ظهرت خلال السنوات الأخيرة وشكلت بداية مسار جديد للدراما المحلية، وإن اختلفت آراء الناس حولها. حد ما عنده فرشة لا يتفرج الناس مواطنين ولا يتفرج على الآخرين كيف الأتراك وكيف الغرب وما أشبه ذلك، معناها الدولة الدراما الموريتانية ينقص هذا اللي ينقال له التمويل. الناس يدوروا لأفكار جديدة، يدوروا تطلع على ثقافة الآخر، على مبادئه، على حياته، يقبوا منها خبرة، وبالتالي تقتلوا الدراما المحلية اللي تقدم مألوفة عند الناس. قلة الدعم المالي الذي يواجه الدراما في موريتانيا يشكل تحديا أمام كثير من الأعمال، رغم تأكيد الحكومة على مواصلة دعمها لخلق هوية خاصة بالأعمال الفنية الموريتانية. هناك جهود حثيثة في النهوض بالدراما، هناك أيضا على المستوى المحلي عدة أعمال درامية تقوم الوزارة بتمويلها وإنتاجها سنويا. الجهود الحكومية منصبة في هذا المجال بناء على توصيات سامية من رئيس الجمهورية. تعتبر الدراما الرمضانية محاولة جديدة من قبل صانعي الدراما في موريتانيا لكسر هيمنة المسلسلات الوافدة وتحديدا في هذا الموسم. عوامل عديدة أدت إلى عدم نضج التجارب الدرامية المحلية، كتواضع الإمكانيات الفنية واللوجستية، وأيضا للنظرة الاجتماعية لهذا النوع من الفنون دور في عدم أخذ مكانه المناسب. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.